السلام عليكم، معكم شريف محمد. جايلكم النهارده في فيديو جديد. فكره فيديو النهارده ان انا هجرب اصد الكوره بجوانتي مقطوع وجوانتي سليم. في الفيديو ده هكلمك عن الفرق ما بين الجريب لكل جوانتي واهميه الجريب اصلا، وايه اللي بيحصل لما تحط ميه على الجوانتي وما تنزل تصد الكوره من غير ميه. تعالوا بقى اوريكم اللقطات، يلا بينا. اول حاجه معانا هنبدا نستلم الكوره بالجوانتي المقطوع. طبعا زي ما انتم شايفين ان القطع اللي في الجوانتي ده مش هيساعدك في مسك الكوره، الجوانتي ما بيمسكش خالص، ما بيمسكش. انا جربت الجوانتي المقطوع في الاستلامات ما مسكش معايا غير كوره او كورتين بكتير قوي. هجرب دلوقتي الجوانتي اللي انا بلعب بيه الماتشات، يلا بينا. طبعا اهم حاجه قبل ما تنزل التمرين او الماتش انك تبلد الجوانتي. طبعا زي ما انتم شايفين انا مش محتاج اتكلم، الفرق كبير قوي بين الجوانتين. دلوقتي انا خلصت 5 استلامات ايد ورجل، هشتغل 5 استلامات شوط من الارض، يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين في كور انا كنت بمسكها على مرتين لان الجريب اللي في الجوانتي مش مساعدني. دلوقتي انا خلصت 5 كور بالجوانتي ده، هبدا معاكم 5 كور بالجوانتي الاصلي واوريكم الفرق بين الاثنين. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي الفرق بين الاثنين، الجوانتي ده انا كنت بمسك الكوره بسهوله، الثاني كنت بمسكها على مرتين. طيب تقييم الاول جوانتي معانا اللي هو الشامبيون، تقييمي ليه في الاستلامات 3/10 لان انا كنت بستلم الكوره على مرتين، لان هو يعتبر ما فيش جريب اصلا. تقييمي بقى للجوانتي الاديس الهاي كوبي 10/10، انا كنت يا دوبك بعمل كده، الجريب بيمتص الكوره لوحده يعتبر، انا كنت كل اللي بعمله هو بس حركه ايدي. دلوقتي هاجي معاكم في التقييم الثاني، الطريقات الارضي من المسك. دلوقتي هشتغل طريقات ارضي، هبدا اول 5 كور بجوانتي الشامبيون المقطع، يلا بينا. كده انا خلصت ال5 كور بجوانتي الشامبيون، هبدا دلوقتي 5 كور بجوانتي الاديدس، يلا بينا. تقييم الجوانتي للشامبيون في ماسك الكور الارضيه 5/10، تقييم الجوانتي الرئيس الهاي كوبي 8/10. تعالوا بقى معايا في الكور العاليه. طبعا انا اشتغلت دلوقتي طريقة عالي، لو هتشتغل على انك تطلع الكوره بالعكسيات او تطلعها بايدك الاثنين فالجوانتي ده كويس لحد ما، لكن لو هتشتغل على انك تمسك فطبعا ده احسن بكتير لان ده مستحيل يمسك معاك الكوره. تمام، تقييم ده في العكسيات 8/10 وده في العكسيات برضو زي 8/10، لكن ده في المسك ممكن اديله في 2/10 في مسك الكوره العاليه، ده برضو هيفضل 8/10 في مسك الكوره العاليه. طبعا انا كان معايا النهارده جوانتيين، الجوانتي للشامبيون العادي العض والجوانتي الاديداس الهاي كوبي العض.
هبدا دلوقتي احكي لك اكلمك عن الجوانت للتشامبيون. اول حاجه عن بطن الايد او الجريب في الجوانت للتشامبيون. الجوانت للتشامبيون كان بيتكون من طبقتين بس، الطبقه الاولى الجريب اللي فيها مش عالي او السفنج، تمام. الطبقه الثانيه زي ما انتم شايفين اهي، فبحس كده هو ما كانش بيساعدني ان انا امسك الكوره. فانا نصيحه مني لما تيجي تنزل الماتشات لازم الجوانت يكون فيه جريب عالي عشان يساعدك في مسك الكوره. لو لاحظتوا معايا الفرق في الاستلامات، اما انا كنت بستلم الكوره بالجوانت للتشامبيون كنت بستلم الكوره على مرتين، المره الاولى كانت بتزحلق والمره الثانيه امن بيها، لكن بالجوانت الاديداس الهاي كوبي كنت بستلم الكوره على مره واحده. طبعا الجوانت الاديداس الهاي كوبي الجريب اللي فيه من 3 طبقات او اكتر من كده، ممكن يبقى 4، فما بليته ساعدني جدا ان امسك الكوره غير الجوانت ده. الجوانت ده مهما بله مش هيساعدك انك تمسك الكوره. طبعا في سبري حراس المرمى هيساعدك اكتر حاجه انك تمسك الكوره، بس السبري ده يعني انت مثلا لو جبت السبري ورشيته على الجوانت ده مش هيساعدك انك تمسك الكوره، لان ده اصلا ما فيهوش جريب. لكن لو رشيته على جوانت فيه جريب عالي زي كده هيساعدك انك تمسك الكوره بطريقه كويسه. لو لاحظت معايا في الترايل عالي بالجوانت ده انا ما قدرتش امسك اي كوره، انا كنت بطلع الكور كلها بالعكسيه لان ده ستايلي، تمام. لكن في الجوانت الثاني عرفت امسك كورتين او ثلاثه برده، غير كده طلعت برده ايه كورتين بالعكسيه. فمجمل الكلام الجوانت ده في الماسك هو مش الجوانت ذات نفسه مش وحش، لكن ده عشان الجوانت ده مقطوع، فالجوانت ده في الماسك ممكن اديله 2 من 10، الجوانت ده ياخد 8 من 10. كصوابع وانه يحميك، الجوانت ده اول ما جبته الصابع اللي فيه كانت عضم، فانت لو حارس مبتدئ هيساعدك انك تحمي صوابعك في التمرين زيه زي الجوانت ده. نيجي برضو العيب وحش في الجوانت ده ان الظهر اللي فيه بلاستيك، فمش هيساعدك انك تحرك ايدك او تحرك صوابعك بطريقه مناسبه، تمام. لازم يكون ظهر الجوانتي سفنج. حاول دايما اما تيجي تنقي الجوانتي يبقى كله رابر او سفنج بحيث انه يساعدك انك تمسك الكوره. لو هنيجي مثلا نتكلم على التحكم في الايد واللي قافل على ايدي اكتر، فده طبعا قافل على ايدي اكتر، اللي انتوا زي ما انتوا شايفين بتلف اللزق حوالين ايدك 3 مرات، لكن ده لزق واحد، فانت هتحس ان ايدك من جوه فيها فراغات. فانا بنصحك انك تنزل التمرين او الماتشات بجوانتي يكون الجريب فيه كويسه، وحاول دايما ما تقومش من على النجيله ببطن ايدك. اللي هيسالني الجوانتي ده حصل فيه ايه، الجوانتي ده انا كنت جايبه في بداياتي كنت بقوم كده، تمام، فكان بيعمل رياكت مع النجيله، تفاعل مع النجيله، فدي النتيجه. لكن انت لما تيجي تجيب جوانتي لازم تقوم بقبضه ايدك، تمام. دي الطريقه الصح. وبكده انا خلصت فيديو النهارده معاكم، اكتبوا لي كل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها وهتشوفوني في تحديات جديده ان شاء الله. سلام عليكم.